زي ما قلت لكم اكثر الاشخاص بيتعقدوا من الاكسس بس من الواجهه تبعه بس، ولا بالعكس هو برنامج ممتع، برنامج مرن في نفس الوقت يحل لك غالبيه المشاكل. طيب ببدا اشغل البرنامج ضمن الاوفيس. اول خطوه يا شب بسويها هي قاعده بيانات فارغ، ابجي اسميها نظام شؤون الموظفين. وين بتحفظها؟ اختار عن طريق زر المجلد، حدد الموقع. انا بحفظها فينا في المجلد الخاص بنا، دورة الاكسل والاكسس، الاكسس موات. اجي افعلها انشاء. لاحظوا ايش المشكلة، ظهرت لي الصفحة من اليسار لليمين. الجدول هذا اللي بيظهر لكم مباشرة اغلق تماما، غلقوا. اذا الخطوة الاولى بيقول لي انشاء القاعدة مع الاتجاه. الاتجاه كيف اسويه؟ خيارات، لاحظ من دخلت من ملف خيارات، ملف خيارات، بعدها معي اعدادات العمي. الاتجاه الافتراضي اخليه من فين؟ طبعا هذه بتسوى اول خطوه ما عدا الاجهزه المحميه، ولا دائما هي تفعلها اول مره فقط. الان لو ما جي دوري كمبرمج، هذا كله عمل مبرمج، طبعا تعتبر من احد لغات البرمجه، طبعا الاصدارات الجديده 2013 2016 تعتبر لغة برمجة متقدمة، يعني روعة جدا في الأوامر حقها. أيضا موجودة كمان في الأكسس، أنتوا عاد تشوفوا لما تدخل المواضيع النماذج، تم إضافة حاجة روعة فيما يتعلق بالماكرو والديزاين وغيرها. دوري كمبرمج الآن، أنشأ هذه الجداول بحيث أتجنب الأخطاء والمرونة وإدخال البيانات بصورة سهلة. هذه الأفكار الأساسية. أصير إنشاء. أقدر الآن تنشئ كل حاجة من هذا الجزء، تقدر تنشأ الجداول، الاستعلامات، النماذج، التقارير، والبرمجة العادية والبرمجة المتقدمة عن طريق من؟ الفيجوال بيسك والماكرو. طيب درس اليوم كله عن الجداول، معي ثلاث طرق لإنشاء الجداول، أفضلهم طريقة من؟ تصميم الجدول. طيب بجي أضيف الحقول، الحقول اللي هي الأعمدة. معي أول شيء رقم القسم، أنتقل بالتاب. إيش نوع البيانات الخاصة برقم القسم؟ هل تكون نص او رقم او ايش بالضبط؟ ترقيم تلقائي. طبعا لمزيد من المعلومات اذا ضغطت حرف الراء يدي لي رقم، اذا ضغطت حرف التاء والراء يدي لي ترقيم تلقائي، اذا ضغطت النون يدي لي نص. فانا عاد اكتب ترقيم تلقائي واضغط تاب وانتقل الى اسم القسم، اكيد نص. الفرع معالج البحث، شوف متى ما يتواجد معك قيم ثابت تستخدم معالج البحث. وسوف اكتب القيم التي اريدها، قد يكون الفرع بني وقد يكون بنات، واجي افعل انهاء مباشرة. طبعا واحد بيسأل بيقول يا استاذ ليش ما اتحول الى معالج البحث؟ ليش رجع نص؟ الان قد خلاص معالج البحث، شي تأكد من معالج البحث، روح للبحث وتأكد هل القيم موجودة معك ولا لا. موجودة صح، حتى ولو رجع نص يعني ما بش فيها اي مشكلة. طيب قبل ما تحفظ الجدول وتغلقه احذر لهذه النقطة. تمام يا اخ نشوان؟ المفتاح الاساسي هذا رقم القسم، اروح واسوي له اي مفتاح اساسي من تصميم او بالزر الايمن فعل مفتاح اساسي، هي نفسها يا هنا او هنا عادي. طيب المفتاح الاساسي المرة الثانية وظيفته منع تكرار البيانات وايضا منع القيم الفارغة. الان اجي احفظ حفظ عادي خلاص، لأن كل شيء الآن أي حاجة بنشأها بتنتشئ لي فين؟ في نظام شؤون الموظفين. إذا بسوي حفظ واحفظه باسم الأقسام. دوري كم برمجة الآن انتهى. لاحظوا الوجه اضغط عليه مرتين، أقدر أدخل بيانات. وبعدها بيانات مرتبة ومنظمة. على سبيل المثال أجي أدخل اسم القسم. مثلا قسم أي؟ هل؟ معكم الأقسام التدريبية؟ أي شيء؟ طيب كيش؟ هذا أسميها الجودة والتطوير. الجودة والتطوير. هل هذا القسم أو الفرع؟ بني ولا بنات؟ شو القسم؟ أين جاء محمد؟ بني وبنات هذا خرجها من الموضوع. أيوه. وحدة إدارية.
طيب إذن الأقسام ما هم؟ ثانوي. الفرق لا شباب شوفوا هذا كيف لما ظهرت لك قائمة معالج البحث. طيب الثانوي يا شباب بني تمام، وثانوي بنات على سبيل المثال بس بنات. بعد ما هو أساسي بني وأساسي بنات وإيش ثاني؟ أيوة بني وإنجليزي بنات تمهيدي. ليش ما دخلتوا بني؟ مدمجة الاثنين. أيوة طيب لاحظوا هذا الجدول الأول، إذا ايش يدخل أعدل عليه مرة ثانية؟ معي خيارين، عرض التصميم بالزر الأيمن طبعا، عرض التصميم هذا للتعديلات، وأيضا فتح بيفتح لك لإدخال بيانات. طيب خلينا الأفعال الثانية هذا، ولا شو تفعلوا الأول أنتو؟ أنا أفضل أنكم تطبقوا الأول. طبعا لاحظوا الآن لو منشأ الجدول الثاني خلاص قدنا في نظام شنو الطلاب، أروح إنشاء وعمل جدول من هنا على طول. تمام يلا ما رأيكم تجربوا الآن؟